عليكم جميعا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، اخترت له كعنوان في ضيافة الشريفة. وإذا أردتم أن تتعرفوا معي على مزيد من التفاصيل حول هذا العنوان، أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تتفاعلوا معنا كذلك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وإن أعجبكم الفيديو انشروه مع الأصدقاء والصديقات والأحبة. شكرا مجددا. بالنسبة للمقهى الثقافي الشريفة، هو في الأصل كان مقهى يسمى بالمقهى سطح وسطح. الفكرة هو إعادة إحياء الذاكرة، سواء في الأصل بدأت بالكتابة، ثم انتقلت من الكتابة إلى فضاء ثقافي. ولا يعني أتنبأ ربما مستقبل لفكرة أخرى. الحمد لله يعني طول هذه الفترة استطعنا يعني أن نعطي إشعاع لهذا الفضاء هذا، لأن الفضاء ديال الضبع هو فضاء تاريخي، كثير من الروايات يعني كتبت حول هذا الفضاء، منهم الكاتب الأمريكي توما كابوتي كتب رواية عن هذا الفضاء هذا، فضاء الضبع. كثير أيضا من الأفلام صورت بهذا الفضاء، آخرها يعني فيلم أمريكي لا يحضرني الآن اسمه، ولكن صور هنا في هذا المطعم هذا. أيضا ماتيس رسم لوحة هنا أيضا بباب العصا، رسم الجدران ديال المقهى، كانت تسمى بمقهى شربط. يعني كثير من الأحداث تؤدت هذا الفضاء هذا، ولكن كان الناس أغلبية الناس لا يعرفونها. اليوم أحاول يعني استرجاع العلق هذا الفضاء هذا بإقامة توقيعات ديال الروايات. مثلا استضفنا كاتب مصري هو إبراهيم أحمد عيسى، وهو كاتب من أحسن كتاب مصريين الآن في المجال ديال الرواية، وسبق له أن فاز بجائزة قطر للرواية العربية عن روايته بيري، وكتب رواية يعني عن عبد الكريم الخطابي، وسرد فيها واختار طنجة يعني أحد فضاءاتها. أيضا استضفنا كاتبة أمريكية كيميري مارتين، وجاءت خصيصا لزيارة طنجة من أجل رواية جديدة ستصدر لها قريبا. أقمنا عدة قراءات شعرية لمغاربة تألقوا في بعض المسابقات الشعرية في الخليج، منهم الشاعر عريج الفائز بجائزة شاعر رسول. يعني أيضا الفضاء يعج أثناء يعني اليوم نحن في ضغط استثنائي كوفيد 19، أيضا قمنا بحملات توعية، صادفنا مجموعة من المتعافين بفيروس كورونا وتقاسموا التجارب التي مروا بها.